أهلا بكل حضراتكم. عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر صحفي تم فيه الإعلان للخريطة الزمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أنها ستجرى في 10085 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وأجرت الهيئة معاينتها للتأكيد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم. بالحقيقة أن في سياسيون وضحوا أن المدة الزمنية المعلنة لإتمام العملية الانتخابية جاءت في توقيتها المناسب للغاية، وذلك إعمالا لنصوص الدستور والقانون وضمان الإشراف القضائي الكامل الذي يحقق ضمانات النزاهة والشفافية، والعملية الانتخابية تتم الحقيقة تحت إشراف قضائي كامل. ومعانا الحقيقة النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للتعقيب على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية. برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بك، اهلا وسهلا. في البدايه، ايه راي حضرتك في الجدول الزمني المعلن للانتخابات الرئاسه؟ الجدول الزمني اللي اعلن من الهيئه الوطنيه للانتخابات جاء متوافقا مع احكام الدستور بخاصه الماده 140 والماده 241 من الدستور اللي بينصوا صراحه على وجوب بدء العمليه الانتخابيه خاصة برئاسة الجمهورية قبل 120 يوما من انتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، والتي تنتهي مدته يوم 1 أبريل 2024. وبالتالي لازم نسيب شهر مارس، فبراير، يناير وديسمبر، يبقى لازم أبدأ العملية الانتخابية وأمضي فيها قدما قبل 120 يوما، يعني قبل 4 أشهر كاملة من يوم 1 أبريل 2024. هذا حضرتك سامعني يا فندم؟ اه سامعك، اتفضل. الزمنية ورد النص عليها في قانون الجمهورية السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات على سبيل المثال وليس الحصر، المدة الزمنية اللي بيتم تحديد تلقي طلبات الترشح فيها، لأن لا تقل عن 10 أيام المدد الخاصة بتلقي التظلمات أو الاعتراضات أو الفصل فيها أو الصعود أمام المحكمة الإدارية العليا ومواعيد الفصل فيها، كلها مواعيد إلزامية يجب الالتزام بها. ومن هنا كان توقيت إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هي المهيمنة وصاحبة الاختصاص الأصيل منذ دعوة الناخبين وإعلان النتائج النهائية جاء متوافقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة. وبالتالي أنا هتزايد وأقول لا صحة مطلقا لهؤلاء الذين يروجوا إلى أن الانتخابات رئاسية مبكرة لسبب أو لآخر. هؤلاء لم يقرأوا دستور مصر اللي أقره الشعب المصري في 2014 وأقر التعديلات في إبريل 2019، ولا اطلعوا أصلا على قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مبشر الحقوق السياسية، وهي القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية. الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت بالأمس 15 قرار تضمنوا كل ما يتعلق بدعوة الناخبين، نماذج ومقار الشهر العقاري لمنوط بها تلقي أو مقابلة السادة المواطنين الراغبين في تأييد المرشحين لانتخابات الرئاسة. أيضا أعلنت الهيئة الوطنية في أحد قراراتها عن نماذج تأييد أعضاء مجلس النواب للسادة راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة. ويمكن النهاردة كان في ملحمة غير عادية، أعتقد كان في إقبال رائع من أعضاء مجلس النواب لإعلان تأييدهم للسيد الرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض مصر، ليس فقط عن طريق إعادة الأمن والاستقرار والسلام للشعب المصري، لكن أيضا السيد الرئيس قاد الدولة المصرية لتحقيق إنجازات غير عادية على الصعيد الدولي أو الخارجي. أيضا على الصعيد الداخلي أعتقد أن إنجازات السيد الرئيس يشهد لها جميع المصريين. يبقى أن أؤكد أن السيد الرئيس أسس
دولة أو جمهورية 30 يونيو، الجمهورية الجديدة التي تتسع لجميع المصريين الوطنيين، التي لا يوجد بها مكان إلا للكفاءة. المعيار الوحيد للتمييز بين المصريين هو الكفاءة الآن في دولة أو جمهورية 30 يونيو. لهذا أعلن سيدنا الواضح والصريح للسيد الرئيس كي يمضي قدما في بناء أسس الجمهورية الجديدة خلال الفترة القادمة حتى تعود بالنفع على المصريين إن شاء الله. بإذن الله يا فندم. طيب قولي حضرتك، شايف إزاي إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل وتطابق ده مع توصيات الحوار الوطني؟ استجابة السيد الرئيس لمطالبات المشاركين في الحوار الوطني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار عن طريق مجلس أمنائه كانت استجابة سريعة جدا، وبتؤكد حرص السيد الرئيس على إجراء انتخابات رئاسية شفافة أمام العالم أجمع، ولكي يطمئن جميع المصريين وكل من يرغب في أن يشارك في انتخابات الرئاسة سيكون صوته مسموع. وبالتالي عندما كلف السيد الرئيس أجهزة الدولة بدراسة استمرار الإشراف القضائي الكامل على انتخابات رئاسة الجمهورية كانت ضمن الضمانات التي يسعى الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقها، وجاء هذا متوافقا مع نص المادة 210 من الدستور التي تؤكد استمرار الإشراف القضائي الكامل على انتخابات رئاسة الجمهورية وكل الاستحقاقات حتى تاريخ 17 يناير 2024، وهو تاريخ المهلة الممنوحة من دستور 2014 لاستمرار الإشراف القضائي الكامل. وبالتالي ستجرى العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل. يبقى أن أؤكد أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجعل من تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيلا قضائيا كاملا، يحتوي على 2 من نواب رؤساء محكمة النقض، 2 من رؤساء الاستئناف، 2 من نواب رئيس مجلس الدولة، 2 من نواب رئيس هيئة قضاء الدولة، أيضا 2 من رؤساء هيئة النيابة الإدارية. وبالتالي هو التشكيل قضائي كامل. كل صندوق انتخابي سيكون عليه عضو من جهة أو هيئة قضائية، يعني قاضي، وهذا يجعل هناك ضمانة إضافية تطمئن المصريين إلى أن صوتهم سيصل إن شاء الله. أما صوتي فهو واضح وصريح، أعلن وكل نواب حزب مستقبل وطن تأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات على كافة الأفاضل. النائب إيهاب طماوي، أنا بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا سيادة. كمان الشكر موصول لحضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة. كنت معكم أنا منى يحيى، وإلى اللقاء في تغطية أخرى.